تيتيا نوت الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 23، وين مباراة يعني مباراة من الصعب التكهن بها، مباراة اللي كانت معقدة، يعني اللعب كان مغلوق في وسط الميدان. شاهدنا كيفاش 50% نسبة استحواذ، شاهدنا التمريرات يعني 273 لسان تيتيا 214، يعني كان كلش متقارب. شاهدنا كلود المدرب تاع سان تيتيا اللي دخل بخطة 4-4-2، شاهدنا كيفاش ريمون دومينيك اللي دخل اللاعب المدرب تاع نوت اللي دخل بخطة 4-5-1. يعني كانت المباراة تكتيكيا ما بين مدربين، كل مدرب حاول مخادعة. شاهدنا كيفاش نقولوا باللي نوت وين البان في الحراسة، نقول اليوم المباراة تاع حراس وين انقذوا المرمى تاعهم من عدة اهداف. شنا تراوري في الدفاع، شنا فابيو، شنا كيفاش سيباستيان، جان شارل، اندريا، بيدرو، عمران، لوز، يعني وين موني موسيس سيمون في من جانب نوت. شنا كيفاش جيمس مولين، بابي، يعني ماتيو، يافين، عادل عواشيش اللي قدم مستوى كبير وخرج في الشوط الاول، الشوط الثاني، مهدي، كامارا، دينيس وين ارلون، كارليس، يعني ابي. شاهدنا كيفاش المهدي كامارا اللي وين الشوط الاول وين انتهى لصالح نوت، لكولي، يعني كولي هو اللي سجل الدقيقة 36، مهدي كامارا وين عدل في الشوط الثاني في الدقيقة 57. مباراة كانت صعبة، نقولوا بلي مباراة كانت شاهدنا كيفاش كانت المباراة، وين هذه هي الجولة، نقولوا الجولة 23، يعني وين كان نقولوا بلي سان تيتيا نوت، يعني كانت مباراة معقدة، مباراة من الصعب التكهن بها. هذه هي الجولة 23. شاهدنا كيفاش سان تيتيا في الأخير كيفاش